FM. الكلمة ليك. كاب مونت. نبدأ بالشروق العالمية. 3 شهداء والقصف بالقصف المقاومة تتحدى العدوان. في عنوان آخر، كولومبيا تعترف بدولة فلسطين، والولايات المتحدة خدعت العرب صفقة القرن، نفذت بالفعل رسالة الجزائر. دعوات الإسلاميين تفجر جدلا في البلاد. المؤسسة العسكرية ترفض الانقلاب على بوتفليقة. في الشأن السوري، أطلق عملية عسكرية واسعة من 5 محاور الجيش السوري يفتك بدواعش السويداء، وموسكو تعد لإجراءات انتقامية ردا على العقوبات الأمريكية. نمشي للمغرب. في الشأن الدولي، جريدة المغرب، يعني بيدامون، ليبيا فرضية تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وانقسم الفرقاء السياسيون المحليون بين مؤيد لإنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة خلال نهاية العام الحالي 2018 تنفيذا لخريطة الطريق الأممية، وبين مطالب بتأجيل هذا الاستحقاق. نحكيه على روسيا وإيران أو الأمم المتحدة. روسيا وإيران حريصتان على تجنب إراقة الدماء في إدلب السورية. نمشي صحيفة الصباح. وين في الشأن الدولي؟ شهداء بينهم أم حامل وطفلتها، غزة تحت قصف الاحتلال مجددا. حماس المقاومة الفلسطينية في حالة دفاع عن النفس في رد العدوان عن شعبنا. والسلطة الفلسطينية تحمل واشنطن وتل أبيب المسؤولية وتطالب بتدخل دولي عاجل. كندا ترفض الاعتذار للمملكة، والسعودية تساعد وتستبعد أي وساطة. وفي ما يخص الحرب في سوريا، الأمم المتحدة 400 مليار دولار تكلفة الحرب في سوريا، والاستخبارات الأوروبية تحذر من هجمات داعش في أوروبا. نختم باليمن، مجزرة في اليمن، مقتل العشرات بينهم أطفال في غارة جوية على سوق شعبية. التحالف العربي يقول الغربات الجوية في صعدة استهدفت قاذفات صواريخ. كانت هذه أبرز العناوين في الشأن الدولي في الصحافة متاعنا. كاب FM. الكلمة ليك.